السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين. ما منزلة المتنبي الشعري عند النقاد؟ ما خصائص شعره الفنية؟ وما أغراض شعره؟ وما موقف اللغويين والنحاة من شعره؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب من هذا الأسبوع بعنوان المتنبي ظاهرة شعرية ولغوية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وفي لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان المتنبي ظاهرة شعرية ولغوية. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية، حياكم الله دكتور. حياكم الله وإياكم. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول، مناف بعاج، الكاتب والباحث في اللغة العربية. مرحبا بكم أستاذ مناف. مرحبا بكم أستاذ نصير، حياكم الله. وحياك الله. إذا أستاذ حمدي نبدأ منك، يعني تميز العصر العباسي كما تعلم دكتور بحركة شعرية خالدة. حدثنا بدءا دكتور حمدي متفضلا عن هذا العصر وأبرز الشعراء المتميزين فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. في الحقيقة العصر العباسي أتى بعد العصر الأموي، يعني عندنا يقسمون تاريخ الأدب العصر الجاهلي ثم العصر الإسلامي، ويدخلون معه فيه من يقول العصر الإسلامي الخلفاء الراشدين، ثم عصر بني أمية، ثم العصر العباسي الأول، ثم العصر العباسي الثاني عصر الدويلات. الثاني. نعم. ثم بعد ذلك الأندلسي، المملوكي، العثماني، هكذا عندنا في مصر. فأتى العصر العباسي بعد العصر الأموي، وبدأ العصر العباسي سنة 32 من الهجرة. أول شعرائه الذين تميزوا وخرجوا عن أمور الاحتجاج اللغوي بشار بن برد. وتميز هذا العصر بما فيه من أمور علمية وترجمات وحضارة كانت في هذا العصر، وأفكار كثيرة لوجود كثير من غير العرب الذين أتوا إلى الدولة الإسلامية ومن المسلمين طبعا، وأوجدوا كثيرا من العلوم سواء العلوم اللغوية أو غير اللغوية. بغداد كانت حينها قبلة، بغداد كانت حاضرة العالم الإسلامي في ذاك الوقت، وهي العاصمة، عاصمة الخلافة للدولة العباسية. والشعراء يعني أمثال البحتري، أبو تمام، ابن الرومي، مسلم ابن الوليد، أبو العلاء المعري، المتنبي، كثير من الشعراء الذين أثروا الحياة الشعرية والأدبية في ذاك العصر وأحدثوا تغييرات. يعني كان فيه منهجان حتى في الأمور، التسلسل كتابة القصيدة التي كانت تبدأ بالأطلال، المقدمة الطلالية. هم الذين حتى الذين بدأوا بالمقدمة الطلالية جددوا فيها من ناحية المعاني، ناحية الفناء، ناحية الألم، البكاء المحبوبة، وخصوها بمدح الخلفاء، خاصة في مدح الخلفاء. وفيهم من غير هذه المقدمة وبدأ بالمقدمة الخمرية والحكمية، يعني أبو نواس الشاعر العباسي المعروف في الخمريات، الخمريات نعم. وفي الشاعر فيه الذين اشتهروا بالزهد كأبي العتاهية. أبي العتاهية نعم، في آخر حياته خصوصا. نعم. فهذا العصر يعني كان عصر أمور الأسلوب، أسلوب سهل. القصيدة بدلا من طولها صارت قصيدة قصيرة في موضوع واحد بدلا من عدة موضوعات. ولكن المتنبي عفوا دكتور يبقى هو الأبرز. نعم. هو مالئ الدنيا وشاغل الناس، هكذا قال عنه ابن رشيق في العمدة، يعني من أعظم الشعراء، من أعظم الشعراء على مر التاريخ، على مر التاريخ. نعم، هكذا يقول النقاد. ليس في عصره فحسب، ليس في عصره فحسب، لأن المتنبي يعني ظاهرة، يعني ظاهرة شعرية ولغوية في آن واحد. لو بدأنا في أموري كما ستأتي الأسئلة بعد ذلك، والأمور أمور حياته كان لها أثر كبير جداً
الحياة التي يعني عاشها كان لها أثر كبير جدا في شعره وفي نعم وفي أغراض شعره التي قال فيها الشعر وأمور سواء في الوصف أو المدح أو الغزل أو الحكمة أو ما شكل ذلك. من هنا بعد الترحيب مجددا بأستاذ مناف بعاج، يعني كما ذكر الدكتور حمدي إذن من أبرز شعراء هذا العصر بل من أبرز شعراء العصور كلها حتى الآن هو الشاعر العصر العباسي المتنبي. من هو المتنبي أستاذ مناف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا المتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الملقب بالمتنبي، ولد في الكوفة في محلة يقال لها كندة في 303 للهجرة. نشأ في الكوفة وبدأ يتردد على دروس العلم فيها، ثم رحل إلى البادية فأخذ اللغة من منابعها، ثم عاد وذهب إلى الشام وعاش فيها. كان المتنبي يعيش في عصر فيه يعني كثرت فيه الممالك والملوك غير العرب، فكان هو عربيا يطمح إلى أن يكون الملك عربيا. بدأ يطوف على الملوك ويمدحهم من ملك إلى ملك، حتى استقر عند سيف الدولة الحمداني، كان يرى فيه أنه الملك العربي الذي يعيد أمجاد العرب. لكن طبعا الدنيا لا تصفو كما يقال، يعني كما قال الشاعر: وكنت أظن أن الجن عند استواق السمع ترمى بالنجوم، فلما أنسموت وصرت نجما رميت بكل شيطان وجيم. فالمتنبي صار نجما في بلاط سيف الدولة، فصار يرجم بالشياطين من كل حدب وصوب الذين أوغروا صدر سيف الدولة عليه، فرحل عنه إلى مصر، عاش عند كافور الإخشيدي، لكنه كان يحب سيف الدولة وكان يحن إليه. ثم ذهب إلى أكثر من مكان، عاد إلى بغداد، ففي طريق عودته في إحدى سفراته كمن له فاتك بن أبي جهل الأسدي. فاتك هذا خال ضبة الذي هجاه أبو الطيب يعني بقصيدته البائية المعروفة. نعم. فهجم عليه مع عدد من الفرسان، وكان طبعا أبو الطيب مع ابنه المحسد وعدد من غلمانه. فهرب في البداية أبو الطيب، فقال له غلامه: يا سيدي، أولست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال: بلى. قال: فعلام تهرب؟ قال: ويحك، قتلتني قتلك الله. فعاد وقاتل، فقتل في ذاك المكان قرب منطقة دير العاقول قريبا من بغداد. نعم. دكتور حمدي، يعني كانت ترجمة وسيرة مختصرة وافية من أستاذ مناف، ولكن رب سؤال يطرح: ما سبب تلقيبه بالمتنبي؟ قد أثير جدل بشأن هذا الموضوع. نعم. يعني فيه آراء في ذاك اللقب، منهم من قال لقب بالمتنبي لأنه في شبابه في سن العشرينيات من عمره يعني ادعى النبوة، ووالي حمص في ذاك الأمر قبض عليه وسجنه لمدة 3 سنوات حتى تاب ورجع عن الأمر، لكن الأستاذ محمود محمد شاكر ينفي هذه القصة ويقول بأنها قصة ملفقة. ملفقة. نعم، وأنها يعني قيلت أو لفقت عليه بعد وفاته ولم يحدث. وكذلك شوقي ضيف في كتاب الفن ومذاهبه في الشعر العربي يذهب نفس المذهب. الرأي الثاني يقولون لأنه أكثر في شعره بذكر أخلاق الأنبياء وشبه نفسه بالأنبياء وشبه ممدوحيه بالأنبياء، يعني مثلا يقول: ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. هنا يشبه نفسه بالأنبياء في نعم في الأخلاق، في الهمم، في الأمور. يعني من هذا الجانب يجوز التشبيه، يعني من جانب الأخلاق والهمم. نعم في هذا نعم. في هذا الجانب نعم. نعم، لكن هم نعم. هم أخذوه على على أنه لقب نفسه بالمتنبي، يعني من هذا على أنه
يعني ولذا منهم من قال بأنه اشتهر عنه الورع والعلم والانصراف إلى العلم والبعد عن عما يحدث مع الشعراء من أمور لهو ومجون. منهم من ذهب هذا المذهب. أبو العلاء المعري يذهب مذهبا آخر ويقول لقب بهذا اللقب نسبة إلى النبوة. نبوة المكان المرتفع. لأن شعره يعني أو هذا اللقب إشارة إلى رفعة شعره ومكانة شعره العالية. وحتى مكانة شخصيته هو صاحب الأنا والكبرياء. هو نفسه هكذا كان يرى في نفسه، وهذه هي مشكلته. يعني ولذا عندما كان أراد أن يلتحق ببلاط سيف الدولة اشترط شرطا أن يقول الشعر وهو قاعد، لا يقوله كما يقول الشعراء وهو واقف. والأصل أن الشعراء يمدحون الملوك أو الأمراء وهم واقفون. هو اشترط هذا الشرط وقبله سيف الدولة الحمداني وبقي معه، يعني حتى قالوا إنه قال ثلث شعره في سيف الدولة مدحاً. نعم المدح نعم يليق بالمتنبي ما لا يليق بغيره. أستاذ مناف، إذن يعني لنلجأ إلى النقد قليلا، ما منزلة المتنبي الشعري عند النقاد؟ طبعا كما يعني وصف قيل هو مالئ الدنيا وشاغل الناس. يعني على سبيل المثال الصاحب بن عباد كان لا يعني لا يشجع على شعر المتنبي، فعندما توفيت أخته فجاءته رسائل التعزية قرابة 60 رسالة، كل من هذه الرسائل تبدأ بقول المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب. فغير نظرته إلى شعر المتنبي عندما رأى هذا الكلام. طبعا المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، يعني النقاد رأوا أنه يعني هو شاعر لكنه شاعر عبقري. الشاعر العبقري يعني لا يكون كالشاعر العادي، قد يكون هناك شعراء أقوياء لهم سوية واحدة، لكن الشاعر العبقري كما يوصف عندما يصعد فيسبقه الشعراء جميعا، لكنه أيضا عندما يهبط فإن شعره قد يأتي بأشياء لا يأتي بها السيئون من الشعراء. نعم. إذن دكتور حمدي، يعني المتنبي إذن هو من الشعراء المولدين. نريد أن نعرف معنى المولدين وما موقف اللغويين والنحاة من هؤلاء الشعراء. العلماء قسموا الشعراء من حيث الاحتجاج اللغوي في اللغة والنحو إلى طبقات. الطبقة الأولى طبقة العصر الجاهلي، طبقة الشعراء الجاهليين، وهذه الطبقة يعني يحتجون بها قولا واحدا، فيه إجماع على الاحتجاج بها. الطبقة الثانية طبقة المخضرمين، هم الذين عاشوا جزءا في الجاهلية وجزءا في الإسلام، كحسان بن ثابت رضي الله عنه والقنساء ولبيد بن أبي ربيعة وكعب بن الزهير وغير هؤلاء. الطبقة الإسلاميين كجرير والفرزدق والأخطل ومن في درجتهم، وهؤلاء الجمهور، جمهور العلماء يحتجون بشعرهم. وخلف في ذلك أبو عمرو بن العلاء لأنه كان معاصرا لهم، والمعاصرة حجاب، فكان يقول على شعر جرير أو على جرير: لقد حسن هذا المولد حتى كدت آمر صبياني برواية شعره. فقال العلماء إن المعاصرة حجاب، وهو لأنه معاصر له ويحب، أبو عمرو بن العلاء بالذات يحب الشعر الجاهلي، الشعر القديم. فعندما كان يرى إبداع الجرير قال يعني: حسن شعر هذا المولد حتى كدت آمر صبياني بروايته. ثم طبقة المولدين، أي الذين ولدوا بعد عصر الاحتجاج اللغوي وحددوا آخر شاعر يحتج بشعره وابن إبراهيم بن هرمة. قبل بشار. قبل بشار يحتج بشعره إبراهيم بن هرمة، والراجح أنه توفي يعني 176 من الهجرة، ويعني منتصف القرن الثاني أو بعده بقليل الاحتجاج باللغة. قالوا أول شاعر لا يحتج بشعره هو بشار بن برد. نعم، وبشار بن برد هذا في العصر العباسي. نعم نعم. فبشار بن برد ومن بعده لا يحتج بهم اللغويون والنحاة، لكن الزمخشري
خالف جمهور اللغويين واحتج ببيت لأبي تمام في تفسيره في سورة البقرة، وقال حجته في هذا، قال: أجعل ما ينظمه بمثابة ما يرويه. بمعنى أبو تمام وهو من العصر العباسي ومن المولدين، لكنه وضع ديوانا اسمه ديوان الحماسة، جمع فيه عيون الشعر العربي التي يحتج بها، وكان ينظم الشعر وهو شاعر. فأن العلماء يحتجون بما في ديوان الحماسة الذي رواه لنا ونقله لنا ولا يحتجون بشعره. قال: المخرج واحد، أجعل ما يرويه ما ينظمه مثل الذي يرويه، لأنهما يخرجان من مكان واحد. بمنزلة ما يروي، نعم. لذلك استشهد به الزمخشري. هنا أستاذ مناف، حدثنا أيضا عن أهم مرحلة في تاريخ المتنبي، هي مرحلة المتنبي مع سيف الدولة الحمداني صاحب حلب. طبعا المتنبي هو شاعر عربي، وأيضا نشأ في عصر كثر فيه الأمراء من الترك كما يقال، من غير العرب، فكان يطمح إلى ملك عربي. جاء مرة إلى أنطاكيا إلى أبي العشائر الحمداني فمدحه، هذا كان ابن عم سيف الدولة، قدمه إلى سيف الدولة. فعندما رأى سيف الدولة وجد فيه الملك الذي يصبو إليه، حتى إنه صار يوافقه في رحلاته وكتب فيه قصائده المشهورة في الحروب، يعني منها قصيدة الميمية هل حدث الحمراء تعرف أهلها. نعم. حتى عندما رحل عن سيف الدولة، عندما حسد الحساد حسدوه في مكانته وأرجوا بينهما، كان يعاتبه عتابا. فعندما كان يشتاق إلى حلب ماذا قال؟ قال: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول، كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل، فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا والذميل، والمسمون بالأمير كثير والأمير الذي بها المأمول. قاله أيضا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر كرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذن المتنبي لم يكن يمدح سيف الدولة طلبا للعطاء فقط، بل كان يمدحه حبا، حتى إنه عندما ذهب إلى مصر إلى كافور الإخشيدي فمدح كافور الإخشيدي عندما قال: ومن قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. بماذا بدأ القصيدة؟ بدأها قال في مدح كافور، يعني تمام، في مدح كافور الإخشيدي. نعم. كفى بك داء أنت والموت شافيا، نعم، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. نعم. فتحس في مطلعه أنه يمدحه، ولكنه يعني لا يمدحه مدحا صادقا، لكن يمدحه طلبا لشيء، يعني هو طلب الإمارة من كافور، لكنه لم يعطيها إياه فرحل عنه وهجاه. لكنه عندما رحل عن سيف الدولة بقي بينهما العتاب حتى عندما عاد إلى الكوفة فيما بعد، ولم يهجه. نعم. إذن مشاهدينا، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون بالتأكيد هذا الأسبوع مع أبي الطيب المتنبي وسيف الدولة الحمداني. أبو الطيب المتنبي وسيف الدولة الحمداني. وأحمد بن الحسين ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة، وإليها نسبته. سيد شعراء عصره، له الأمثال السائرة والحكم البالغة. صحب المتنبي سيف الدولة الحمداني في كثير من الغزوات ضد الروم، ولعل أبرز ما قال فيه: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها،
وتزغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. إذا كان ما تلويه فعلاً مضارعاً، مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. نثرتهم فوق الأحيد بكله، كما نثرت فوق العروس الدراهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع المتنبي ظاهرة شعرية ولغوية. دكتور حمدي، وصلنا إلى خصائص شعر المتنبي، ما أبرز خصائصه وأغراضه؟ النقاد قديما يعني اختلفوا في الأفضلية، هل الأفضلية في اللفظ أم الأفضلية في المعنى؟ طبعا كان الجاحظ يقول بأن الألفاظ ملقاة على الطريق، على الطريق، المعاني مطروحة على الطريق. نعم. لكن العبرة باللفظ. باللفظ. نعم صحيح. وفيه من قال بأن المعاني هي الأفضل من الألفاظ. نجد المتنبي أبدع في الأمرين، أبدع في الألفاظ وأبدع في المعاني. يعني أتى في شعره بكل ما تعلمه، سواء ما تعلمه في البادية من ألفاظ غريبة، أتى في شعره بمعان أو بمصطلحات العلوم الفلسفية، أتى في شعره بمصطلحات الصوفية لأنه كان تعلم على يد أحد الصوفية، تأثر. نعم، وأحد الفلاسفة أيضا في الكوفة. أتى بأمور كثير من المصطلحات الصوفية، أتى وعبر عنها في شعره. المصطلحات، المصطلحات النحوية، عبر ببعض المصطلحات النحوية في شعره. يعني كان شعره يتميز بخصائص، بأنه وظف الأمور والمذاهب والأحوال والأشياء الموجودة في عصره، وظفها في شعره بمعان جديدة ومبالغات. وكل هذا الإبداع الشعري دكتور كما تفضلت، لكنه لم يخرج عن عمود الشعر، لم يتصنع، يعني لم يبالغ في التصنع واستعمال هذا التكلف كما فعل أبو تمام. وشاعر مجيد. نعم نعم، وشعراء للطبع، يعني هو مطبوع. نعم، ليس من، نعم، من شعراء، ليس من شعراء الصنعة، وإنما من شعراء الطبع. ولذلك في أغراضه نجده في المدح الذي استولى على كثير من شعره، وقد استمعنا يعني في على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يقول كما يعني وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. لكن أريد أن أصل إلى شيء، موضوع المبالغة. تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. هذه المبالغات. نعم، والتشبيه بالأنبياء من المبالغات. صحيح. يعني كأنه وصل إلى مرتبة الأنبياء في العفة، في العلم، في الأخلاق. هذه أيضا موضوع الأنا، الأنا التي كانت مرتفعة. موضوع الوصف. الوصف أجاد، وطبعا الوصف في هذا العصر يختلف عن الوصف في العصور السابقة. صحيح. لأن الأمور الحضارية الموجودة كانت في بغداد
وفي الكوفة وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي في ذاك الزمان كانت الأمور الحضارية عالية المستوى، ليس مثل الجاهلية يصف الحيوان والبادية أو الخيمة أو البادية أو ما شكل ذلك، لكن هنا يصف شعب بوان وهو متنزه بالقرب من شيراز، يقول: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. يعني الأمور المعاني وكيف يعني يصور هذا المتنزه بهذه المعاني الرائعة، هذه المعاني التي كأنك تشاهد هذا المتنزه ويعطيك الصور الشعرية تطورت. نعم. هناك مفردات جديدة مفردات جديدة. نعم. وطبعا يقول في يمدح سيف الدولة أو يصف سيف الدولة: ولكنه كان يعتز بنفسه ويبدأ بالفخر، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. ثم يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم إلى آخره. أيضا من الأغراض الشعرية الهجاء، وطبعا خير الأمور القصائد الهجائية التي قالها في كافور الإخشيدي. نعم، يعني في القصيدة يا ساقي في البدء مدحه كثيرا، يعني مدح غير صادق، غير صادق، غير المدح الذي كان يمدحه لسيف الدولة. نعم. مع سيف الدولة كان يمدحه صادقا، وحتى عندما اختصم معه أصبح يعاتبه ولم يهجوه أبدا. نعم، كانت لهم لأنه بالفعل كان يمدحه عن حب. أما كافور مدحه عن يعني عن مصلحة، يريد ولاية، يريد منصبا. نعم. يريد شيئا، لكنه يعني من اللسان وليس من القلب. لذلك لم يكن المدح يعني مثل المدح الذي كان في سيف الدولة، لكن هجاءه كان قويا. يعني نعم، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. من الأمور صعبة صعبة يعني، ويصور ويتكلم كلام في الأمور. أيضا من الأغراض الشعرية الرائعة في شعر المتنبي الحكمة. نعم، يعني حتى في القصائد الهجائية كان يأتي بحكم، يعني من الحكم: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نعم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني كما هذا البيت رائع جدا، رائع جدا في صورة شعرية. نعم، رائعة. لا، والكثير من الذين يتحزلقون في الأمور الشرعية جوابهم في هذا البيت. نعم. وكم من عائب قولا صحيحا، يعني القول صحيح، هو يعيبه مشكلته في فهمه، هو في فهمه. لأنه لم يفهمه الفهم الصحيح، ولذا يستشهد به كثير من صحيح علماء الشريعة: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. إذن هو اشتهر بالحكمة أيضا كما اشتهر. نعم. زهير بن أبي سلمى في. نعم. الجاهلية. والأمثال أيضا. صحيح، يعني له أمثال كثيرة. جدا. نعم، قد أطلنا على الأستاذ مناف. إذن نبقى في هذا الجمال، يعني لننتقل إلى النقد الجمالي. ما النقد الجمالي في شعر المتنبي؟ طبعا تكلم النقاد عن شيء في شعر المتنبي بجمال كلامه. طبعا هناك الأمثال التي قالها المتنبي التي صارت تذكر على كل لسان فيما بعد: ومان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. أيضا يقول: وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. إذن الجمال، الناحية الجمالية في شعر المتنبي التي حلق فيها وقلده فيها ما بعده من الشعراء، كان أيضا يعني هناك من يفرق بينها وبين يعني بالأخلاق كما يقال. هذه الناحية ردها كثير منهم ابن جني فيما قبل، ومنهم في العصر الحديث محمود شاكر.
يعني أن الناحية الجمالية في شعر الشاعر يجب أن تفصل عما يعني عن خلقه مثلاً أو عن دينه إذا كان يعني موصوفاً بشيء. فالمتنبي هناك من رماه بادعاء النبوة، وهناك من رماه بأشياء أخرى، لكن إذا أردنا أن نأخذ شعر المتنبي فيجب أن نفصل، ننظر إلى الناحية الجمالية دون النظر إلى الأوصاف الأخرى التي يوصف بها، كما يوصف مثلا نزار قباني في الشعر في العصر الحديث. يعني إذا أردت أن تأخذ شعر نزار قباني تجد فيه جمالا رائعا كجمال شعر المتنبي، لكن إذا أردت أن تأخذه من أخلاقه ومن دينه فإنك سوف ترمي كل شعره ولن تأخذ منه شيئا. سأعود إليك أيضا في سؤال الأخير، هنا نحاول في أقل من دقيقة دكتور حمدي، يعني هي كثيرة لكن أبرز الظواهر اللغوية والنحوية يعني خصوصا في شعر المتنبي. يعني المتنبي لأنه عاش فترة في البادية وأجاد ناصية اللغة والنحو وهو على المذهب الكوفي، فكان يأتي بكل شاذ أو يأتي بالألفاظ الغريبة التي يخاطب بها العلماء والأدباء. يعني نأخذ مثالا من الأمور الغريبة، الجفخت بمعنى فخرت، يعني جفخت وهم لا يجفخون بها، بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. يعني لماذا لم يقل فخر يفخر؟ يعني هذه من العيوب جفخ. يعني هذا حوشي اللفظ وغريبه، يعني هو لأنه كان يخاطب العلماء. وخاصة في بلاط الأمراء فيه علماء، وفي سيف الدولة الحمداني، بلاط سيف الدولة الحمداني يستخدم هذه المفردات، المفردات للعلماء. كذلك بدل تراب يستخدم توراب، بدل العين يجمعها على أعيان، أخ يجمعه على إخاء، ربما ربتما، إما يقول إيما. يعني يأتي بالأشياء الغريبة، يأتي بأشياء أخذت عليه سداس أحاد أم سداس في أحادي، اللي هو القصيدة ليلتنا إلى يوم التنادي. يعني أحاد سداس، قالوا بأن أحاد مثنى ثلاث رباع عشار موجود مسموع، سداس لكن سداس غير مسموع. والأصل أحاد يعني واحدا اثنين ثلاثة يعني هكذا. نكتفي بهذا القدر عذرا دكتور. نعم. حمدي، في سؤال أخير دكتور مناف، أستاذ مناف، من نقد العروضي والبلاغي أيضا لشعر المتنبي، وهل في شعر المتنبي سرقات شعرية؟ طبعا أول شيء السرقات الشعرية كما يعني ذكرت من قبل عندما قال بشار بن بود: من واقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. فجاء تلميذه سلم الخاسر فقال: من واقب الناس مات هما وفاز باللذة الجسور. فقال: قتل بيتي وذاع بيته. طبعا هذا يسمى سرقة شعرية، لكن هنا النقاد والعلماء ينبهون أن الشاعر إذا أخذ شعر شاعر قبله فجاء بمعنى أخصر وأجمل فهذا ليس سرقة شعرية. فالآخذ أولى من صاحب البيت. هذا الشيء هناك، حتى كما المتنبي قيل له في ذلك فقال: الشعر جادة وقد يقع الحافر على الحافر. يعني هذا توارد أفكار، تخاطر أفكار. نعم. قد لا يكون سرقة شعرية. يعني حتى في الجاهلية هناك بيت بين امرئ القيس وبين طرف نفس إلا يعني وقوفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون: أتهلك أسن وتجملي. نفس البيت تماما عند طرفة يقولون: أتهلك أسن وتجلدي. فهذا قد يكون من وقوع الحافر على الحافر، وقد يكون الشاعر سمع هذه القصيدة ثم استقرت في لا وعيه فقال فيما بعد قصيدة أخرى يعني جاء بهذا المعنى، فهذا لا يسمى سرقة شعرية. يعني حتى ماذا قال عنترة؟ قال في بداية معلقته ماذا قال عنترة؟ هل غادر الشعراء من متودمي أم هل عرفت يعني الشعراء لم في ذاك الوقت لم يتركوا مجالا للقول إلا وقد قالوا فيه. يعني أي شاعر سيقول كلاما إذا سوف يتهم بالسرقة. صحيح. هذا الشيء بالنسبة للعروض، يعني عيب على المتنبي بعض الأشياء، كما أن وقف على ربا برب
لكن هذه قافية مقيدة ويجوز للشاعر أن يقف عليها. لكن هناك شيء أنا أريد أن أنبه عليه، يعني أنا خلال بحثي البحر الخفيف مثلا كما قال أحدهم أحد العلماء الموريتانيين، والبحر في غير الخفيف خفيف، البحر الخفيف تجد أنه ثقيل على السمع، لكن الذي وطأ مسلكه هو المتنبي، نعم هو الذي وطأ مسلكه، اللي هو مستفعل فاعل، بحر الخفيف مستفعل أم فاعلات مستفعلون؟ فاعلات مستفعل فاعلات، نعم. ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول. هذه القصيدة من يعني تكاد تذوب رقة وجمالا، ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول. لكن اقرأ قصائد أخرى على البحر الخفيف تجدها ثقيلة على السمع، لكن المتنبي جاء بها لطيفة على السمع فعلا، يعني خفيف من البحر الخفيف. نعم، كلام كثير عن المتنبي. في ختام هذه الحلقة وفقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول مناف بعاج، الكاتب والباحث في اللغة العربية. شكرا، حياك الله أستاذ مناف. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد يخص أبا الطيب المتنبي، فلنتابع. عرف المتأدبون ولا سجل مؤرخو الأدب أحفل من الثروة التي تركها أبو الطيب المتنبي من الشعر، ففيها من أبيات الفخر ما يملأ التياهين ويعجب المتكبرين، وفيها من قصائد الحكمة وثاقب النظرة ما لا يصدر إلا عن المحنكين المجربين، وما لا يعرفه إلا القادة المسنون الذين خبروا الدهر وزاملوا تقلباته، وفيها من جزالة الألفاظ وعذوبة المعاني ما يأخذ بألباب المتأدبين، وفيها من جودة السبك ورقة المعاني ما يفتن المغنين والمطربين. وقد اختلف المؤرخون والرواة في شأنه، فمنهم المغالون في تكريمه والمتعصبون في شعره، ومنهم الناقدون له ومنهم الحاقدون عليه لمكانته وشرف عبارته، ومنهم قليل من المتحاملين عليه الباحثين عن سقطاته وهناته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوانها هذا الأسبوع الرد على من عاب فصاحة بعض ألفاظ القرآن الكريم. نبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا. إذا دكتور حمدي، توجد بعض ألفاظ القرآن الكريم بحسب زعم بعضهم يعني لم تقع في أفصح وجوه البيان وأحسنها، ومنه مثلا دكتور في قوله تعالى فأكله الذئب في سورة يوسف، فهنا بعضهم عابوا الفعل فأكله وقالوا المستعمل من السباع عموما هو الافتراس لا الأكل، فما توجيه ذلك والرد عليه؟ يعني الأمر فيه ردان، يعني ردان متكاملان. الرد الأول الفرس معناه القتل، وإخوة يوسف أتوا يدعون أن الذئب أكله أكلا كاملا، لأنهم لو قالوا افترسه الذئب سيطالبهم أبوهم بأن يأتوا بشاهد ما يقولون بأنه افترسه، بأنه مات، يأتوا حتى بجزء منه بأنه قتل، لكنهم لا يريدون أن يفصحوا عن أي شيء، يعني لم الذئب أكله لم يبق منه لا مفصلا ولا أي شيء. يعني هذا الفرق الدلالي هذا بين أكل وافترس. وافترس يعني أكل، يعني الافتراس معناه القتل فقط، نعم، لكن الأكل معناه لم يبق منه شيئا. الأمر الثاني، هل أكل يستعمل مع السباع وغيرها؟ نعم، يعني مثلا
أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وقول العرب أكلوني البراغيث. أكلوني البراغيث، نعم. اللغة مشهورة يعني. مشهورة، نعم. أكلوني البراغيث. البراغيث، نعم. والبراغيث لا تأكل. لا تأكل، نعم. فيستعمل هذا، يعني أولا عيبهم غير صحيح من حيث الفهم، ثم عيبهم على الفصاحة غير صحيح، لأنهم لم يفهموا الإطار العام أو القصة العامة لإخوة يوسف عليه السلام. بل هي الكلمة المناسبة ستكون في فكاله. هذا الموضع فأكله الذئب، يعني لم يبق منه شيئا، حتى لا يدع فرصة لأبيهم بأن يطالبهم بأن يأتوا بشاهد بأنه قتل. نعم، واضح. نعم، أيضا من ذلك دكتور قوله تعالى في سورة يوسف أيضا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. نعم. عابوا قوله يسير صفة للكيل، فما توجيه ذلك والرد عليه؟ يعني عندنا يقولون المصدر يكون مثلا ضرب بمعنى مضروب ونسج بمعنى منسوج ويأتي فعيل بمعنى مفعول يأتي. نعم، فهنا يعني كان لكل واحد حمل بعير. البعير هنا من لغات العرب تستخدم أعزكم الله الحمار. نعم. يطلق عليه بعير أيضا. نعم، في لغة من لغات العرب. فكان يأخذ حمل حمار اللي هو يسمى بلغة بعض العرب بعير. نعم، فإن أتوا بأخيهم أخذوا حملا زائدا، وهذا متيسر لهم، متيسر لهم، يعني يتيسر لهم أخذ حمل بعير زائد على ما يأخذونه إن أتوا بأخيهم. أو ذلك كيل يسير، قالوا أيضا المعنى كان الذين عندما يخرجون يستوقفوهم على الباب، فكان سيدنا يوسف عليه السلام يأمر منع الباب بأن يجعلوهم يمرون. فهذا في هذا المعنى كيل يسير، أي كيل سريع. سريع، نعم، مقصود معنى. نعم. سريع. نعم، هذا معنى آخر. نعم، معنى آخر. الأول اللي هو يسير موجود فيه يسر الرجل إذا نتجت مواشيه، يعني كثرت. يعني نعم، كثرت. نعم، نعم. واليسير شائع الاستعمال أيضا فيما يسر من الأمور. ثم قالوا أيضا مما قيل أيضا في معنى كيل، قالوا يأتي الكيل بمعنى السعر. السعر، نعم، نعم. إذن سنواصل أيضا مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع فقرة صحيح القول التي تهدف إلى تقويم اللسان وتصحيح الأخطاء الشائعة. بين الضم والفتح. هرع لا هرع. كثيراً ما نسمعهم يقولون هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، أو جاءوا يهرعون إلى كذا، وصحيح القول هرع إلى كذا ويهرع إلى كذا ببناء الفعلين للمجهول، لأن الفعل هرع لم يرد في لغة العرب إلا مبنياً للمجهول، فالعرب تقول أهرعوا وهرعوا، هرع الرجل وأهرع إهراعاً إذا أتاك وهو يرعد من البرد أو الحمى أو الغضب. قال عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه، وقال تعالى فهم على آثارهم يهرعون، قال المهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارى يقودهم على رغم الأنوف، وقال عبيد بن الأبرص فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. فوضى لا فوضى، يخطئ بعضهم فيقول فوضى بضم الفاء، وهذا الضبط غير صحيح، وصحيح القول فوضى بفتح الفاء، فالعرب تقول قوم فوضى أي مختلطون، كقول الشاعر طعامهم فوضى فضا في رحالهم ولا يحسنون السر إلا تناديا، وقوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم، كقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فقل إذن فوضى بفتح الفاء ولا تقل فوضى بضم الفاء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب. ما زلنا في فقرة البيان القرآني، وموضوعنا هذا الأسبوع الرد على من عاب فصاحة بعض ألفاظ القرآن الكريم. دكتور، أيضا من الأمثلة الأخرى في قوله تعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نعم. يعني هنا عابوا الفعل امشوا وقالوا الأبلغ في هذا السياق امضوا وانطلقوا. نعم. طبعا يعيبون على الفصيح ويريدون غير الفصيح، لأن السياق الأمر يعني الملأ، من الملأ؟ هم أشراف قريش، أشراف مكة. يقولون يعني امشوا، يعني امشوا على راحتكم ولا تنزعجوا ولا تبينوا للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تبينوا لهم أنهم منزعجون من كلامه، متأثرون بما يقول، متأثرون بما يعيبه على آلهتهم. فالأصل في هذا الأمر المشي كما يسيرون، يعني على أننا لا نأبه بكلامك، افعل ما تشاء ونحن نسير في طريقنا، ولا يضرنا ولا يضيرنا في شيء. هذا هو المقصود. نعم، هو المقصود، لكن موضوع انطلقوا أو امضوا يعني فيه يدل على الانزعاج. يدل على أنهم متأثرون، أنهم في حالة ضعف، لكن يريدون أن يقولوا بأننا في حالة قوة وفي حالة تمكن، ونحن لن نتأثر بكلامك ولن نتأثر بقرآنك. إذن هي في سياقها أبلغ، في سياقها أبلغ. نعم صحيح. نعم، فالذي يعيب هو لم يعرف السياق العام للموضوع، فلذا لابد من معرفة السياق العام وحال العرب في مكة حال نزول هذه الآية. صحيح. نعم. في قوله تعالى دكتور في سورة الحاقة: هلك عني سلطانية. عابوا الفعل هنا هلك، وقالوا أنه يستعمل في الأعيان لا في المعاني، فما توجه ذلك والرد عليه؟ يعني الأمر فيه عجب عجاب، يعني الاستعارة أبلغ من الحقيقة، وهنا استعارة ومثلها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نسلخ أفضل من نخرج. صحيح. نعم، يعني معناه فيه سلخ، فيه إخراج، المجاز وهو ما يحدث، هو استعارة. المجاز. نعم. أبلغ من الحقيقة. فاصدع بما تؤمر بدل افعل بما تؤمر. الصدع يعني معناه القوة في الأداء، كما يصدع الزجاج، صدع الزجاج والفلذ، هذا خاص بالزجاج أو الفلذ. صحيح. مثل ما يشبه الزجاج، فهذا أفضل من افعل ما تؤمر. هذا في لسان العربي، يعني هو أوقع في اللسان. نعم. العربي هذا المجاز. أمر معروف، المجاز وأبلغ. واللغة في العصور السابقة على العصر الإسلامي وفي العصر الإسلامي. صحيح. ومعروف بأن هذا الاستعمال أبلغ وأوضح وأتم في أداء المعنى مما يقولون. طيب دكتور، أيضا في قوله تعالى في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. عابوا التركيب هنا، يعني قالوا أنت مثلا لا تسمع فصيحا يقول أنا لحب زيد لشديد، وإنما يقول يعني صحة الكلام أن نقول مثلا أنا شديد الحب لزيد، فما قولك؟ هم لم يفهموا معنى شديد، ولو فهموا معنى شديد لعرفوا بأن التركيب لن يكون إلا بهذا التركيب. شديد هنا يعني بخيل. بخيل. ليس شديد يعني كثير الحب. لا لا، هنا معنى بخيل. يعني وإنه لحب الخير لبخيل. لبخيل. إذن انتهى الوقت في آخر دكتور. نعم. في قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. أيضا قالوا يعني لا أقول أحد من الناس فعل زيد الزكاة، وإنما زكى ما له، يعني هكذا، يعني زكى ما له أو أدى ما له، معناه الأداء فقط للمرة. نعم. لكن الذي صار ديدنه وصارت صفته الأداء المتواصل لأمور الزكوات والصدقات، هذا لابد أن يكون فاعل. الفعل المتواصل. لكن أداء مرة واحدة، لكن إعطاء مرة واحدة. أما فاعل فهو مستمر في الأداء، مستمر، صارت صفة راسخة في وجدانه بخلاف الأداء وبخلاف الإعطاء. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غريسون التركية. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم دكتور، حياكم الله. مسك الختام سيكون مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع مشاهدينا ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله.
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسي العلامة الأديب الأخباري. نشأ في قرطبة حاضرة الأندلس، وتلمذ في تلك المدينة ذات الطبيعة الساحرة لطائفة من شيوخ عصره كابن وضاح وبقي بن مخلد وغيرهما. قال عنه الثعالبي إنه أحد محاسن الأندلس علماً وفضلاً وأدباً ومثلاً. وقال عنه الفتح بن خاقان حجة الأدب، وإن له شعراً انتهى منتهاه وتجاوز سماك الإحسان وسهاه. وقال عنه ابن خلكان كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس. يعد كتابه العقد الفريد من أشهر كتب الأدب ومن الموسوعات الأدبية التاريخية والاجتماعية، وقد حوى كل شيء، إذ قال هو عنه: وقد ألفت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان، فكان جوهر الجوهر ولباب الألباب، وإنما لي فيه تأليف الأخبار وفضل الاختيار وحسن الاختصار، وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأثور عن الحكماء والأدباء، واختيار الكلام أصعب من تأليفه. ومن مؤلفاته الأخرى أرجوزة تاريخية، أنساب العرب، أخبار المتنبي، الممحصات، وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد. توفي ابن عبد ربه في قرطبة سنة 28 و300 من الهجرة.